تحديد المحاور. تحديد المحاور وكاين الميثاق وكاين اجنده، هذو هما اللقاءات. وكاين شي تحديد الا كاين شي لجنه اللي غادي تسهر على هاد اللقاءات الجايه، لجنه تدبيريه لهاد اللقاءات الجايه. هاد اللقاء هذا كان منطلق للقاءات الجايه اللي غادي تكون حول الشان المحلي للمدينه. كنا كنتمنوا ان غادي يكونوا مجموعه وجوه شابه على مستوى المدينه في هذا اللقاء، ولكن هذه هي انطلاقه، وان شاء الله ان هذا اللقاء هذا الشباب الاخر يلتحق بنا في المسار اللي غادي نرسموه لهذه اللقاءات الجايه مستقبلا. غادي نترك الكلمه للاخوان اللي كانوا معنا، كان معنا سي رشيد، كان معنا خالد جعوان بالمناسبه كيعتذر لكم لان عنده شي ظرف صحي للزوجه نتاعو راه في الناظور، وغادي يلتحق بنا، قال لك راني معكم في اللقاءات الجايه. حتى هو كان من بين الشباب اللي كانوا معنا في باش نحددوا هذا اللقاء هذا. غادي نمشيو الاول الا بغاو الاخوان واش نسطروا شي ارضيه بالمحاور ولا نمشيو للميثاق، وغادي يكون النقاش كي دردشه مفتوحه لان ما عندناش ذاك هذا مسير ولا هذا، لان اللقاء الاخر كلنا ان شاء الله غادي نمشيو لواحد المحاور باينه لهذ اللقاءات الجايه ان شاء الله، والنقاش مفتوح. انا بغيت غير باش نكونوا عمليين شويه بلا ما نخوضوا اكثر في الامور اللي بسيطه. كما قال الاخ خالد مباشره نمروا باش نحددوا البنود ديال الميثاق اولا اذا اتفقنا عليه. هذا الميثاق اللي بغيناه يكون يمثل الشباب ديال زايو، وتكون عنده واحد الصبغه ما تكونش فيه تمثيليات لتوجهات معينه ولا لاطراف معينه، باش نضمنوا الاستمراريه للاخوان كلهم، باش يكون حريه في التعبير وتكون حريه في الراي. انا بغيت نقترح على اننا مباشره نبداو الميثاق، نتفقوا كلنا على ان هذا الميثاق باش نضبطوه وامورها، نمشيو نحددوا المحاور اللي غيكونوا في النقاش، ونحددوا فيه الاسابيع، واش اللقاءات غيكونوا اسبوعيا ولا كل 15 يوم ولا كل شهر، ونحددوا واحد اللجينه اللي غتبقى تنظم تساير، لان الاخوان ماشي كلهم كما غيكونوا ملتزمين بالنهارات على حساب، لان ربما الاخوان كلهم عندهم التزامات بالعمل. واحد اللجينه بسيطه باش تكلف مثلا بالاعلام، ترسل لوسائل الاعلام وتحضر اللقاءات الجايين فين، واش في المؤسسات العموميه في دار الشباب او في القاعه ديال البلديه. و هذا الشيء اللي كان، وبغيت صراحه انا بغيت الاخوان من دابا يقترحوا ونحددوا شي مقرر ما بينا اللي غيكتب لنا هاد المعلومات اللي غيتقروا ونمشيو لقدام. والسلام عليكم. مرحبا بكم. انا بغيت غير باش نكونوا عمليين شويه بلا ما نخوضوا اكثر في الامور اللي بسيطه. كما قال الاخ خالد مباشرة نمروا باش نحددوا البنود ديال الميثاق اولا اذا اتفقنا عليه. هذا الميثاق اللي بغيناه يكون يمثل الشباب ديال زايو، وتكون عنده واحد الصبغه ما تكونش فيه تمثيليات لتوجهات معينه ولا لاطراف معينه، باش نضمنوا الاستمراريه للاخوان كلهم، باش يكون حريه في التعبير وتكون حريه في الراي. انا بغيت نقترح على اننا مباشره نبداو الميثاق، نتفقوا كلنا على ان هذا الميثاق باش نضبطوه امورها، نمشيو نحددوا المحاور اللي غيكونوا في النقاش، ونحددوا فيه الاسابيع، واش اللقاءات غيكونوا اسبوعيا ولا كل 15 يوم ولا كل شهر، ونحددوا واحد اللجينه اللي غتبقى تنظم تساير، لان الاخوان ماشي كلهم كما غيكونوا ملتزمين بالنهارات على حساب، لان ربما الاخوان كلهم عندهم التزامات بالعمل. واحد اللجينه بسيطه باش تكلف مثلا بالاعلام، ترسل لوسائل الاعلام وتحضر اللقاءات الجايين فين، واش في المؤسسات العموميه في دار الشباب او في القاعه ديال البلديه. وهذا الشيء اللي كان، وبغيت صراحه
انا بغيت الاخوان من دابا يقترحوا ونحددوا شي مقرر ما بينا اللي غيكتب لنا هاد المعلومات اللي غيتقروا ونمشيو لقدام. والسلام عليكم. هي كانت علاقه مزيانه، هو المشكل النقاش على الشارع المحلي هو نقاش ديال الغايب في الساحه، كنهضروا ماشي من الغايب ولكن كنهضروا كل واحد كيشوف الشارع المحلي بالزاويه نتاعو، لا الزاويه الجمعويه، الزاويه السياسيه، الزاويه النقابيه، لا غير ذلك، ولكن ما كنشوفوش الشارع المحلي من منظور واسع. النقطه الاولى هذه نتاع النظيم هذا مثال شرف، ولا هذا نقطة زوينة، أنا كنعطيو واحد بحال قانون داخلي كيتسمى، لا هو راه مصطلح آخر، واحد القانون كيجمع هذا، لأن ما بغاوش يديرو بالهيئات أو لا تكون التنفيذية بالهيئات مفتوحة للشباب، إذا خصنا واحد القانون داخلي اللي كينظمنا، كينظم هاد النقاءات وهاد التشاورات، التشاورات اللي كتكون بينها، يعني أنا كنشوف أن ضروري خصو يكون واحد آخر باش ما نحملوش بعضياتنا حاجه تخرج بها. الحاجه الثانيه انا كان مقترح نتاعي ملي كنهضروا على الشان المحلي، الشان المحلي راه شي حاجه واسعه، خصوصا انا مازال من المزايا، انا كان مقترح نتاعي ان خصنا نعمل واحد الاحصائيات اوليه، يعني الا كان دارت الجمعه ولا قبل ما نبداو شي نقاش حول اي، بحال الاخ محمد هضر بالجانب الثقافي، الجانب العنصري ولا النزاعات العنصريه، انا كنخصنا قبل هذا الشيء الاول نعرفوا البنيه التحتيه تاع الجزائر، عدد الساكنه تاع الجزائر كاحصاء باش نقدروا نبنيو، لان كاين نقاشات وقعت في مجموعه المناطق مع تصور حتى الا كانت عنده واحد التراكم تاع المعلومات، نعطيو احصاء تاع الاخر عدد المتمدرسين، عدد الاجانب والمحليين السكان الاصليين الى غير ذلك، المنطقه الجغرافيه تاع مدينه الجزائر وتم مراكز مش على مؤسسات علميه مش كاين هذا، يعني كان بحال نقولوا واحد تاع الاحصاء، هذا الاحصاء هو اللي اقترح لنا تكون هذه الارضيه مشروع تاع الاعلام باش جميع الشباب تكون عندها ديك الارضيه عاد ندخلوا في النقاش، لان دابا ما كان لا مجال اصلا ما نقدرش نحسب الجهه في نار العين، واول حاجه انا كنشوفها ان الشباب ما حاضرش، علاش ما حاضرش الشباب؟ هذا التساؤل، الشباب عاد ما كيهتمش، ما هو الشيء المحلي نتاعو يمكن يهتم بجوانب اخرى، ما كيهتمش بجانب يعني تاريخ المواطنه في الشباب ما بقاش فينا، ما نقصد اذا باش نناقشوا هذا، انا كنشوف اننا نعطي واحد مهله لكل واحد يساهم بجهته المعلومه او بفائده او بحث او دراسه او غير ذلك، هذه الدراسه ما لازمش تكون حكم جهه أو أخرى، أنا كنشوف أنها تعطى الإعلام، يعني تكون في متناول الجميع، باش غدا إذا كانت الحوار، يقول لك شوف أنا ما وصلتش لهذيك الوريقة ولا ما عرفتش، بالإعلام ونحاول أننا نهضر سيدي زي سيدي المواقع الأخرى، أنها تكون نشرة مدة وعية مثلا شهر، وأي واحد بغى يزيد واحد المعلومة أخرى ولا إضافة، يزيدها في الإعلام، عاد نديرو حتى واحد الاجتماع ثاني، وهو لقاء تابع للإعلام، أننا نهضرو على الشأن المحلي. أن الشأن المحلي حاجة كبيرة، دخل فيها التشغيل، دخل فيها الثقافة، دخل فيها التوعية، دخل فيها الجريمة، دخل فيها يعني مجموعة الحوايج اللي كنهضرو على الشأن المحلي. مثلا هذا الاجتماع ديالنا مثلا نجلوه اليوم ونديروا له دعاية مزيانة باش يلتحقوا الشباب ديال المدينة كاملة اللي عنده اهتمام بهذه المسألة، باش نستطيعوا نتناقشوا في واحد النقاش طويل جدا، باش نستطيعوا نتفقوا على واحد الميثاق، لان ما يمكنش نصيغوا ميثاق حنا سته ولا سبعه بينا مثلا، والشباب ديال المدينه في 1000 ولا 2000 مثلا. فلذلك خصنا نديروا واحد الحشد للشباب ديال المدينه كاملين باش كاع نتعاونوا على ذاك الميثاق، لان ملي كتكون كاع الناس ملتزمين بواحد الميثاق وحضروا فيه وشاركوا فيه، غادي يكونوا منضبطين انهم غادي يرعاوه. ثم احنا في النطاق لما غادي نصيغوا اعلاميا باننا باغيين نجتمعوا، نحدوا بعد الهدف على مرانا مجتمعين، لان مثلا واحد العدد ما عرفش اسمه رانا كنديروا الان، فهمت؟ علاش بغينا واسمو الغرض حنا بهذا الاجتماع ديالنا وبهذه الحركه الشبابيه اللي الان كننشئوها في هذه المدينه؟ لان الا بان الهدف كيسهل كل شيء، لان خصنا نفهموا الناس ونفهموا حنا انفسنا بعد الهدف على من رانا كنجتمعوا له. الا وصلنا لهذه القناعه بانه الهدف بان وبرز، الشباب واحد العدد ديال الشباب غادي يجي، ولكن لما ما كيكونش الهدف والرؤيه واضحه عند الشباب كيجي كيقول لك ايوا
خصوصا لما بعض الشباب الان في المدينه بمجرد انه يسمع ان الحوار من دار في قاعه البلديه يقول لك المساله معروفه، كيقول لك راسها مساله محسومه. فنحاولوا ما امكن هاد العقليات نحاولوا بالدردشه نقربوا عند الشباب وكذا باش نحسنوا ندخلوهم في الحوار، نروح الحوار الاجتماعي، يعني ندعيو الحوار الاجتماعي كبير جدا، يقدر يكونوا 100 300 400 شاب كاع يتكلم، فهمت؟ في ذاك الحوار الاجتماعي حد كما قال الاخ محمد بعدا به غادي نرصدوا العقليه اللي كاينه هنا في زايو، فهمت؟ ثم لما نتفقوا على واحد النقط مشتركه غادي نسطروها وغادي نشتغلوا عليها. هذيك النقط المشتركه اللي غادي نسطروا عليها غادي يبانوا المحاور غادي يبانوا، ولكن بهذا العدد اللي عندنا راه غير كافي باش تصيغ اي ميثاق، واخا تدعي لحوارات اخرى لان الناس ما غادي تسمع. في الكواليس غيقول لك اجتمعوا بيناتهم صرموا ميثاق وكذا، احنا فين كنا؟ فهمت؟ فلذلك خصنا نقولوا راه اجتمعنا وما كانش النصاب كافي لبناء اي حاجه، فهمت؟ فالان كندعيوكم باش تجيو نحدوا واحد اليوم، وكاين مواقع الكترونيه والحمد لله معنا الشباب وكذا، ونزيدوا الدعايه ونقدروا نديروا ملصقات نديروا كذا باش يحضر الشباب يكون واحد العدد كافي، ثم نفتحوا ارضيه للنقاش، ثم نحدوا الميثاق نحدوا المحاور، ثم ننظموا لجان. لان انت دابا لو بغيت تشتغل باللجان فالعدد غادي يكون لك لجان، باش تكون لجنه الاعلاميه ولجنه التنظيميه ولجنه، خصك عدد، فهمت؟ هذا الشيء اللي كنشوفه. شكرا.